استقبال رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي من قبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة بمدينة بنغازي وفقاً لمكتب الإعلام. وقد وصل الحجازي إلى مطار بنين في بنغازي، وكان في مقدمة استقباله رئيس أركان القوات المسلحة اللواء عبد الرازق الناظوري. لمزيد من التفاصيل زوروا الوسط دوت الواي.